تمر تسحرني شلوني ما لبيك، وانت الخيال اللي خطف لي عيوني. والله ما عرفك لا ولاني محاكيك، غير البلا منها عيونك جنوني. كن الباني كل ما طفت تدعيك، هذا حبيبي كل عمري فتوني. أبياتي بسرعة تهادت تجاريك، صدفة رايتك والعيون سحروني. كل أسباب قولتك خير وش فيك، الله حسيبك يوم تفتن أذوني. يعني أعتقد أنك كان ممكن تتعب على قصيدتي أكثر. القصيدة تفتقد إلى النضج، عندك موهبة شعرية لكن أنت مستعيل في كتابة القصيدة هذه ومن غير ما تتعب على مراجعتها وتنقيحها. العسل بين خديك، كيف العسل بين خديك؟ أنا أبغي أعرف يعني شو اللي تقصد هنا؟ شفات العسل الخدين هنا، الشفايف تحت ماين عند الخدين. إيه بين هذا وهذا هذا. ماين، الله يطول في عمرك. والله صدقته صح. صح. وين؟ كيف؟ بين هذا وهذا هذا. هذا خالد. كيف؟ الخشم بيجي بين الخدين، لكنه ما يلفم. صح ولا لا؟ إلا كان فمها فوق جاي يعني فوق الخشم. لا لا يجي لأنه هو بين هذا الخد وهذا خد وهذا. يا رجال الخد ولا. وصاير لساني غيم يهطل مزوني، يعني ما أدري شو الصورة الغريبة هذه. عموماً أنا أجيز القصيدة ما بالتشجيع لك، أتمنى لك التوفيق. والله كلام بعلي صحيح، يعني تعب على قصيدتك أكثر، يعني أمشي ووقف قام عقلي باريك، أمشي ووقف. ها شلون تمشي وتوقف؟ هذري فيها. ها هذري فيها. إيش كان قايل هذري؟ ليش تجنن أمشي ووقف؟ أنا ابتلشت فيك. بعدين شنو؟ شو وراء الشطر اللي وراه؟ في ملعبك جمهوركم شجعون. اي في ملعبك جمهوركم. انت تلعب عندهم كورة؟ اي مرات امر عندهم الحارة تلعب كورة؟ اي والله. اي ذلك بالملعب مطيح. عساك تفوز عاد على فريقهم ان شاء الله. هني المفروض قايل شجعون، المفروض قايل برشلوني بعد مكملها. لا مدريد، انا ما شجع برشلونه. مدريد؟ انا برشلوني. يعني ما بجيزه؟ والله انا لا اعرف لا مدريد لا. لا انا جيزه بس مثل ما قال لك ابو علي. بعدين لا تكثر روحاتك لشارعهم. لا عاد هذه اللي ما نقدر عليها. بعدين يمسكونك يرضخونك. وحين انعرضت القصيده خلاص بعد عرفوه. ما قال هو عنوان البراحه اللي يلعب فيها؟ لا هم بيعرفونه بالشكل اللي يلعب عندهم. من يشوفونك ترى بتصير مشكلة، فخف روحاتك لهم. امشي. أبو نزار. إيه أنا أجيز النص. أنت جزير؟ يستاهل. يستاهل. بس ترى يعني لو إنك مدريدي بس بجيزة. الله يبيض وجهك. وجهك. شد حيلك يعني هالقصيدة تبي لها. امشي. تنتقل معنا لفريق رويال مدريد. الله يعطيك العافية. وأنا جالس تحت الظلال يداعبني نغم هدهد وتغريدة وبكى عصفور. صبر تعبت. صبر صبر صبر. نعم. يا طلال صبر. في محد سمع هدهد يغرد يصلي؟ إيه بس ما له صوت. ما لا له صوت. كيف ما له صوت؟ ما يصير ما له صوت. كمل. سمعت صوت الهدهد؟ ما يحتاج اسمع الله يسلمك. أنا شاعر و... أنا سمعت صوت الهدهد. مشاعر توصل. كل هالتعب ويطلع. أنا والله يسمح لي طلال، تسمح لي يعني معلش عيد ميلادك الثالثة راعية البنز. لا إن شاء الله. لا إن شاء الله. أنت من يوم خليت الهدهد يغرد وأنا خالص. تعذرنا طلال، تعذرنا والله على راسي. سلم راسك. كل كبر الألقاب والقوة وغاز مسال، تنكسر لادة وتصرخت وداع الصبر. يمكن الليل ما قفى ولكن محال، مقبلات الليالي ما تجيب الخبر. علم اللي علم اللي وضع شرط الأماني قتال، لو يجرب حياة إنسان عاش الفقر. لو يعاني تعب محتاج لجل الريال، ما طعن حلم شعبه في وطنهم قدر. قمة القهر دمعه في وجيه الرجال، وعظم الظلم تجبر كل بشر على القهر. سلامتكم. أنا وجيز القصيدة، أتمنى لك التوفيق. الله يوفقك. وأنا كذلك. الله يجزاه خير. وأنا كذلك مجاز قلنا بالنسبة لي. قلنا في القصيدة أنا أعجبتني كثيرا، يا الزمان القديم إن كنت عايش تعال. أنا عندي هذا كلام جميل جدا في قلب الشعر يعني. الله أشكرك، أتمنى لك توفيق، تجاز معنا المرحلة التالية إن شاء الله. الله يجزاكم خير.
وديع الأحمدي حصل من الدكتور غسان على كلام جميل وعلى الدرجة النهائية، لكن هل حصل على آخر بطاقات الدكتور الذهبية؟ هذه اسم الصبح حطت يدها فوق كرة الباب وأنا بصدري حكي يفنى على طارف لساني واقف تلوح كفوفي السواد الراح الأسراب سادر أدور أمل مرمي على رصفة الثواني كذا 30 عدتني وحيد أهلي بالأحباب وحيد حتى من ظلالي وصوتي والأماني معتق الحزن دمعة نخف آخر ما لها كواب مني وفيني يصب ويشرب ويثمل زماني. السلام يا وديع. وديع نص جميل، هنا النضوج الشعري واضح، تميز حتى في اختيارك للطرق اللي كتبت عليه أيضا مميز، عمق القصيدة رغم الحزن اللي يعني سيطر على جميع أبياتها تقريبا، هل هي واقعية مثلا يعني؟ لازم فيه بلمسة الواقع، الواقع مردودة دائما، وطبعا أكيد أنا في صنعة. الله يجمل أيامك يا رب الباقي إن شاء الله، نص جميل مجاز بالنسبة لي وتميز. هودي شكرا على هذا الحضور الجميل، الله يعطيك العافية، القصيدة الجميلة التي أجيزها. وديع أنا هذا أجمل نص مر علي في هذه الدورة لحد الآن، ولا أعتقد أنه سيمر أجمل منه. الله يسلمك. حقيقة أنه يعني في أسلوبه، في طرحه، في تصويره، في الأحاسيس الموجودة فيه شيء يعني، حتى كابوس اللي أنت تعيش داخله في هذا النص يعني انتقل إلينا بما فيه من ضيقة النفس والحصار ما بين الأشياء. فيما يتعلق ببطاقات العبور، أنا أنفقت كرتين منهم في جولة عمان، وكنت أول من استعمل هذه الكرتات، وأرجو أن تكون ذهبت في محلها من الناحية الشعرية والعلمية، وبقي معي كرت واحد أنا حريص جدا عليه، ولذلك يعني لن أفرط به ولن أقدمه إلا للشاعر الذي يستحق بمعنى الكلمة، وإلا فسوف أذهب به لبيتي وأحتفظ به هنا. يقول يغيب الشفق واذكرك مع غيبته لغاب، ويزيد الحنين بقلبي لسال في أيامي، يمرني أحلى ذكرياتك بدون أسباب، وتمتم بصمت وبرد الأشواق بعظامي، وتطيح الدموع ويفتح الحزن مية باب على أوهام يلي كنت أسميهن أحلامي، مشاوير عمري يوم كان الهوى غلاب، على الدرب على دربك اللي ما تعدناها أقدامي أحبك. نعم حبايب، نعم كنا حبايب لو ان غراب، قبل لا يثقل خطوتي جرحي قدامي. قصيدة جميلة يا عايد، انا اجيز النص. تفضل ابو علي. قصيدة جميلة، انت الاجمل يا ابو علي، الله يبجيك. يعني اتوقع ان في تطور كبير من مشاركاتك السابقة، اجيزها واتمنى لك التوفيق. الله يبيض وجهك ابو علي. عايد انا امنحك بطاقة العبور هذه وتنتقل المية دايركت، يعني بيض الله وجهك ابو خالد، تستاهل. الله يوفقك. الله يبيض وجهك، تستاهل. الله يبيض وجهك، وللمية مباشرة يعني. الله يبيض وجهك وعسان يقدم لك، يشوفونك غصب اللي يقولون وينك. الله يبيض وجهك، والله ما قلتها الا انا صادق. جيهم كلهم اكيد اكيد، انا بمر عليهم دكتور غسان والوالدة تسلم عليك ان شاء الله. الله يحييك، يبيض وجهك، يبيض وجهك ان شاء شاعر مميز، كاركتر، حضوره جميل جدا، حضوره المسرحي. من سوء حظ المسكين، ثلاث مرات يشارك معانا ولا مره المونتاج طلعوا له لقطه في حلقات شاعر المليون، فقلت له ان شاء الله هذا الموسم. فكان يقول امي تقول لي وين ما شفناك، تروح شاعر المليون ما يطلعونك، فان شاء الله امك هذا الموسم بتشوفك ان شاء الله. لمزاين الظفره نقيت المغاتير، والفوز نوماس الرجال وهدفها، قام الترازم والنشام طوابير وعروق قلبي والمشاعر علفها، أحبها أحب البنات الغنادير، وإن كان ما فازت على الله خلفها، لنادي الجزار نخوة وتشهير ينحر نياقي كلها من طرفها. مسفر يعني بهذه القصيدة وضعت فيها كثير جدا من الأشياء، يعني كأنه كان في خاطرك كثير من الأمور، ويعني بدل ما تجعل كل موضوع قصيدة أنت شبكتهم كلهم في بعض، وبعدين ذهبت إلى الحسد وإلى آخره والنفوس الناس، وأنا بقول أنه تقلبت الأمور في هذه القصيدة على عدة موضوعات، وأنا أجيز النص. مسفر حياك الله. الله يعافيك. القصيدة جميلة،
ولكن أتمنى أنك تبتعد عن الأبيات اللي مالك فضل في صياغتها، يعني هناك بعض القوالب الجاهزة مو بوايد في القصيدة، لكن أتمنى أنا أن تكون الأبيات كلها محافظة على نفس الخصوصية الشعرية اللي تحسب لك أنت. باقي الأبيات بالعكس جميلة، وأنا أجيز القصيدة وأتمنى لك كل التوفيق. الله يجيز حالك. استاهل مسفر. أبو خالد مسفر العام شاركت معك. نعم أنا شاركت العام معكم، وصلت المية. قصيدتك كانت أعتقد عن والدك رحمة الله عليه. صحيح الله يرحمه. وأنت شبهت المسابقة في مزاين الظفرة، وكأنه يعني إذا ما فازت هالمرة الله خلفها. لا ان شاء الله تفوز ان شاء الله. الله يكتب ان شاء الله ابو خالد الفوز لنا ولكم. لا تستاهل، شاعر مميز، وحبكتك للقصيده كانت جميله جدا، وانا عجبني البيت هذا لانه واقع عايشينه. دايم ضعيف النفس حظه معذر، لما لحق روس النشامه ما حصل. الله يوفقنا وياك يا امين امين. موفق موفق انا وياك ان شاء الله. انتقل معنا لمرحله ما قبل 48. كثير من الشعراء المميزين في جوله البحرين أسوأ ببقية الجولات. اختيارنا للجولات هذه في كل موسم تأكدنا أولا من أن فعلا هناك مستويات مميزة، وأيضا من خلال القصائد التي نستلمها البحرين فيها شعراء مميزين، والشعراء اللي أتوا من خارج البحرين أيضا لمقابلة اللجنة كان فيهم تميز كبير من مختلف الجنسيات. يا طيف عيشي بول العمر، يا طيف عمرك صغير ومنياتك صغيرة، عيشي كذا لمعانق الحلم والطيف، لا تكبرين أنتي بصغرك كبيرة. إبراهيم نص جميل فيه كثير من العواطف الطازجة التي يعني لم تلوث بأي شيء، يعني عبارة عن من القلب للقلب، والتعبير فيها عفوي وفطري، وفيها كثير من الصور الجميلة. عزمي ومجدي ما تهزها باهيب، صلف الهبايب ما توقف كفاحي، أفرس ولو إني كسير المخاليب، ورقة ولو إني كسير الجناحي. سلمان شاعر جميل. وأفرس ولو إني كسير المخاليب، ورقة ولو إني كسير الجناحي. كفو ما عليك. جميل بيت جميل جدا سلمان، أجيزك والله يوفقك. يا عازف الليل دندلي على حاجة، تحيي سنين السكوت المندفن فيني، على برود البشر والوقت وزعاجة خذيت جرح الندامة من محبيني. محمد قصيدة جميلة فيها إحساس عذب، تصوير جميل، أنا أجيزها وأتمنى لك التوفيق. يستاهل محمد فعلا شاعر جميل وعذب. كأنك سمعي وكأنني وسط قلبك طير، يحط بغصون ضلاع صدرك وتزهابي، على كفر ما روحي معك تصدق التعبير، تغيب أنت وأنا بشتكي لوعة غيابي. صالح هذا نص كثير للجمال وكثير العفوية، وشاعر يعني يكاد يتنفس الشعر في هذا النص الحقيقة. على كثر ما روحي معك تصدق التعبير، تغيب أنت وأنا بشتكي لوعة، شيء جميل فعلا. مهما تعفف عن العالم ظروفك تخون، صوت الفقر في ملامحك الحزينة رخيم، حتى التجاعيد في وجهك تخطبهون، كأنها تعكس أوجاع الزمان الأليم. هذا النص الإنساني تناولته في هذه الجزالة، هذا التمكن الشعري طول عمرك حبيبي. يا ندي الجرح سولف للبطاع عن ياسمينة، واترك ألامك تسولف قصته للي رواها، اترك الحطاب يروي للشجر قصة حنينه، اتركه يروي حكاية فاسه اللي ما لقاها. مهنا القصيدة جيدة، أنا أجيز القصيدة وأتمنى لك التوفيق. نص عجبني كثيرا، أشكرك وأتمنى لك التوفيق. من ومن وإذنك مقفلها، وأنا سألتي مهمة، تارك قلبي مهمومة ومانيه وشتاته، والله إنه ما يجر الدمع الأزرق من مجمه، غير حلم ساهمت سود النوايا في وفاته. استاهل سعود، قصيدة فعلا جميلة. والله انه ما يجر، والله انه ما يجر الدمع الازرق من مجمع، غير حلم ساهمت سود النوايا في وفاته. سلام، بيت جميل، قصيدة جميلة، وانت شاعر مميز.